وأولى أخبارنا، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. وأشاد الفريق أسامة عسكر بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليف، التكليف ده بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، وده تلبية لرغباتهم سواء بوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي يعني R3 أو وحدات في الحي الثالث بمدينة العالمين الجديدة والأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، وكمان زيادة الوحدات المطروحة للحجز حاليا لمتوسطي الدخل. أيضا مجلس الوزراء طلع بيان امبارح أكد فيه أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف كل صور الدعم عن 485 متعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، والكلام ده في 9 محافظات، وده تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء اللي صدرت مؤخرا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على هذه الظاهرة اللي بتهدد مستقبل الأجيال اللي جاية. دائما حرب الشائعات يعني ما بتخلص، لكن في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لها بالمرصاد. بعض المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا نشرت أخبار عن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى بتتسبب في أعطال للسيارات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة البترول اللي قالت إن الكلام ده مش حقيقي والبنزين مفهوش أي نوع من أنواع سواء كانت المنجنيز أو المعادن الأخرى الضارة، وكل منتجات البنزين سواء اللي بيتم إنتاجها داخل مصر أو بنستوردها من بره مطابقة تماما للمواصفات القياسية العالمية. أما وزارة الخارجية فأكدت امبارح أن السفارات المصرية في بوخارست وفيينا بيواصلوا جهودهم لعودة المصريين من أوكرانيا، وقالت أن السفارة المصرية في فيينا قامت امبارح بترتيب عودة مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين في العاصمة النمساوية إلى مصر. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو عن جهود أجهزة الوزارة في مجال الأمن العام، وده خلال شهر. أبرز القضايا أيضا اللي تم ضبطها خلال الشهر كان يعني تم رصدها في فيديو هنتابعه دلوقتي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصراً إجرامياً ومصرع 23 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش، 155 بندقية آلية، 154 بندقية خرطوش، 50 مسدساً، و696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جرينوف ورشاشان و616 بندقية و434 بندقية آلية و239 مسدساً و3273 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و590 خزينة،
إضافة ل 5885 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 222 متهماً، قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع، كما تم ضبط 590 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهماً، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 9,797 حكم جناية، من بينها 5 أحكام بالإعدام و497 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكما جزئيا، و 125,526 حكما مستأنفا، ومليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون حكم غرامة، وثلاثمائة واثنان واربعون ألفاً ومائة وستة وستون حكم مخالفة.